اختي فوز الله هنيك ويسعدكم يا رب العالمين. شوفي تايلاند وسريلانكا، سريلانكا طبيعة وتصلح عوايل، بس مشكلة سريلانكا الأكل بالمطاعم وبرا ما في مطاعم فخمة يعني أو أكل كويس، لكن كطبيعة جمال. بس مشكلتها هنا سريلانكا الإكرامية، البخشيش يغثون تنشبوا تنشبه، عكس تايلاند. تايلاند لا، ما يطلبون، ما يقولون نبي نبي إكرامية، لا 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 أبدا أبدا أبدا. يعني هناك بس ترحيبهم يعني التايلانديين تحسينها مرة يعني، يعني ما أدري، أحس تايلاند يجي كثير. تايلاند راح أكرر زيارتي لها، هنا يمكن جيتها هالمرة بس ما أتوقع إني يجي إلا إذا كان عوائل، أنا وخواتي ممكن نجي. الطريق من مدينة لمدينة ياخذ وقت، يعني ما في طيارات، تروحين طيارة من كان مكان، تطلعين من كولومبو إلى كان، مشكلتهم شعب فقير، تحتية شوي، محتاجة تأسيس، ومحتاجة الطريق من مدينة لمدينة ياخذ وقت، يعني ما في طيارات، تروحين طيارة من كان مكان، تطلعين من كولومبو إلى كان، مشكلتهم شعب فقير، عسى الله يرزقهم ويرزق الجميع يا ربي. والبنية التحتية شوي محتاجة تأسيس، ومحتاجة اهتمام بالدولة، لو توفر هليكوبترات زي مالديف من جزيرة لجزيرة، اللي هي الطيارات هذه اللي تسهل عليه. كان ما أجي، كان يجي هنا على طول، مثلا لو واصل مطار سريلانكا يجي بالطيارة نفس اللي ناخذها بالمالديف، ناسي اسمها، وتجون هنا على طول. لكن هل يقول لكم هم شعب على قدهم، مطاعمهم ما هي مطاعم يعني الواحد يقول نبي مطاعم راقية ومطاعم فخمة، لا على مستواهم. هنا منتجعاتهم ممكن الفنادق تشفع لهم يعني شوي. فقال لو انها ماد يعني ماديتهم كويسة الدولة هذه، قسم بالله انها جنة، لو يهتمون بالشلالات واماكن والمنتزهات، وقسم بالله انها خيال صراحة. بس عسى الله ان شاء الله يرزقهم يعني انهم على قدام، ولا قسم بالله جنة جنة صدق.